الحكاية بدأت لما كنت منزلة عرض على شقق عشان عايزة ابيعها عشان احاول اعالج اخويا. اخويا كان اتعور. انت عندك كذا شقة؟ كانت بتاع ماما، واخويا كان اتعور من في شغله واعصابه تعبت وجاله حالة نفسية واكتئاب، وكنا بنحاول نعالجه لانه دخل في كمان مش كنا عارفين ده ادمان ولا ده ايه، فكنا محتاجين فلوس وكده. فهو جه عشان جوزي اللي انا جايه هنا بسببه جه عشان يشوف شقه من الشقق دي. ف ده قبل ما تتجوزي ولا انا بحكي لك انا عرفته منين. اوكي. ف اتعرفنا، وبعدين في خلال الفتره بتاعت جوازنا بقيت اكتشفت ان انا كل شويه اقع في مصيبه. يعني اول حاجه عرفت ان هو بيطلع فلوس بالفايز، يعني الجنيه مش عارفه بكام، والناس كلها يعتبر ناس كتير قوي في المحله يعتبر نصب عليه، ما بيعرفش ياخد حقه من اي حد، مفيش حد في المحله اتعامل معاه وعرف ياخد حقه منه. كان دايما يقول انا نفسي ابقى راجل. هو اللي نصب عليهم ولا هو الناس كلها نصب عليه؟ مفيش حد، هو ما ينصبش على حد، الناس هي اللي بتنصب عليه. مثلا يجيب لحد فيزب على اساس ان هو يبيعها تقسيط، وفجاه هو مش عارفه ايه اللي يحصل فيحبسه. ايوه، ما ربنا بيفقره عشان بيشتغل بالفايز. اكيد، ويا ريتها بس على قد الفايز يعني، بس خلينا حاجه حاجه. فجاه في يوم صحيت لقيت ان انا في قضيه تزوير. ازاي ده؟ انا عمري ما عملت، ما مضيت حد ولا مضيت مكان حد. هو بصمني، بصمني امتى وازاي؟ ما انا قمتش في يوم لقيت حاجه زرقاء على ايدي. فقمت عرفت بعد كده ان انا هو مضاني على شيك، وهو كان عارف انه هيتخطف. حد جه قال له انت هتتخطف عشان هيمضوك وياخدوا منك فلوس، عشان هو كان مزعل حد او سبب مشكله لحد صاحبه. المهم كل شويه انا بلبس في مصيبه، كل ما اجي اتطلق او كل ما اجي اهرب مش عارفه اهرب، مش عارفه اسيبه، مش عارفه ابعد عنه، مش سايبه بسبب المصايب اللي انا عمال اتحط فيها دي. يعني مثلا اول حاجه عرفت ان هو عنده، كان متجوز قبلي ثلاثه. الاولانيه جايب منها ولد وبنت، ما كملتش معاه وما عرفتش تطيقه لدرجه انها نطت من الشباك وهو قفل الشباك بحديد عشان ما تنطش تاني. يعني بدل ما يحاول يصلح. لا. لسه على ذمته الثلاثه؟ لا، ما كانش حد بيجمع مع حد، هي واحده وبتمشي وبعدين جاب واحده. عرفت ان هو بنته ودى ابنه وبنته ملجا عشان مش عاوز يصرف عليهم ولا يدفع نفقه ليهم. عرفت ان زوجته الثالثه رمى بنته منها من الدور الرابع عشان ما يدفع لهاش نفقه. عرفت ان هو دخل رجاله ودفع فلوس لرجاله إيه عشان يثبتوا عليها قضيه تخليها ما تاخدش حضانه البنت. طب ما اتطلقتيش ليه؟ انا مش عارفه اتطلق من المصايب اللي هو حاشرني فيها. يعني مثلا رحت اشتغل في كوافير، انا مجال شغلي سبا، حمام مغربي، حجامه، مساج للسيدات فقط، في سباهات محترمه يعني اماكن كبيره في المنصوره او الزقازيق او ايا كان، ما بيسيبنيش. يعني ليه ما رفعتيش قضية خلع يا طلاق؟ من الفكرة مش فكرة خلع طلاق، أو فكرة إن أنا أسيبه هو شاركني في قواضي وهو اللي يقدر يطلعني منها. يعني قضية التزوير دي معمولة باسمه هو. الناس دي خطفته بعلمه عشان يمضوه، وهو عارف، فبدل ما هو اللي يمضي فجاب لهم حد معرفش مين مضى له وبصمنا أنا. إزاي وإمتى معرفش، أنا فجأة لقيت نفسي في قضية تزوير. شوية رحت أشتغل في كوافير في المحل. شارك البنت، خدت منه يجي 750,000 جنيه بشيكات، وبعدين طلعت عامله ده مع ناس كتير في المحل او غير المحل، اتحبست. الحاجه اللي في الكوافير خدها، قامت هي بدل ما تشتكيه هو عشان ما يبقاش المحضر كيدي على حس الشيكات اللي هو اللي عنده، قامت شاكيان انا، لبست انا قضيه سرقه. ما بيقولش هو الحقيقه طيب؟ لا لا لا، بيقول الحقيقه ايه؟ ما هو في الاخر بقى اللي نجدني اول مره ان انا قلت له لازم توقف موضوع القضيه دي، هو كان عاوز ياخد فلوس عشان يرضى يتنازل. طب ما انا اسمي في الحوار، الطرف الثاني اصلا ما خدش حاجه، او هو عمل الحوار ده عشان هو اتاذى بسببه. جرح في وشك ده ايه؟ هو انا بجيب لك من البدايه، بعرفك مين الشخصيه دي. الشخصيه دي الناس كلها حطت عليها، ما حطش غير عليا انا وامي واخويا.